سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي السنة في تشييع الجنازة؟ وهل الأفضل أن تكون على الأقدام أم تحمل بالسيارة؟ وهل هناك ذكرا أو دعاء معينا أثناء حملها؟ نعم، لا شك أن الأفضل أن تحمل على الأعناق، إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن تكون المقبرة بعيدة، أو يكون هناك شدة حر أو شدة برد أو مطر. المهم بلا حاجة، إذا لم يكن حاجة فالأفضل أن تحمل على الأعناق، لأن ذلك أكثر أجرا لمشيعيها، ولأن ذلك أعظم عبرة لمبصريها وأشد تيقظا. الآن إذا مر الموكب، موكب الجنازة في السيارات، أكثر ما يقول الناس: من هذا الرجل؟ من هذه المرأة؟ لكن إذا مر محمولا على الأعناق، وكلما مر بشخص قام له، يعني يسن للإنسان إذا مرت بالجنازة أن يقوم، صار في ذلك من العبرة أكثر بكثير مما إذا مر بموكب من السيارات. ثم إنه إذا مر على الأعناق، محمولا على الأعناق، يدعو الناس له: من هذا فلان غفر الله له، الله أكبر، شوف الدنيا، هذا الرجل الذي كان يركب المراكب الفخمة ويسكن القصور الفخمة الآن يحمل على خشبة، سبحان الله، ويسكن إيش؟ يسكن قبرا بقدر جسمه، فيتعظ الناس ويعتبرون. لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، أما ما يقال فلا يقال شيء، لا يقال وحدوا ولا يرفع الصوت بذكر الله ولا شيء، نعم، إيش؟ ولا فاتحة ولا قل هو الله أحد ولا غيره. إنما قال العلماء: ينبغي لمن تبع جنازة أن يتذكر مصيره ويتذكر ما هو عليه. هذا الرجل المحمول الآن كان بالأمس يحمل، أليس كذلك؟ وأنت لا تدري، ربما تحمل بعد ساعات، فاتعظ. قالوا: ينبغي أن يفكر في حاله ومآله، وهل قدم لهذا اليوم ما ينفعه ذلك اليوم أو لا، يتذكر. ولهذا قالوا: يكره أن يضحك الإنسان إذا كان متابعا للجنازة، وأن يتحدث بحديث الدنيا، لأن ذلك يقسى القلب. نعم.